حبايبي الحلوين، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامج ماما رانيا ورسائل حب. زي ما انتوا عارفين برنامجنا هو عبارة عن رسائل منكم وإليكم. تعالوا نشوف الرسالة بتاعتنا النهاردة جاية من مين. رسالتنا النهاردة من مارفي وبافلي ماجد. أوقات منتعرض لمواقف في البيت بتكون محتاجة رد فعل سريع جدا. في الحلقة بتاعتنا النهاردة هنتعلم مهارات مهمة جدا. رسالة الحب النهاردة جاية لنا من بنوتة اسمها مارفي وأخوها اسمه بافلي. الولد والبنت دول عندهم محبة شديدة جدا لبعضهم وبيخافوا على بعض جدا، وتربوا على قيم حلوة جداً عايزة أشاركها معاكم النهاردة. بتحكي مارفي وبتقول إن في يوم من الأيام كانوا في البيت وكان الكاتل بتاع المية شغال ومحطوط في الفيشة بتاعته في الكهرباء علشان المية تغلي. وبعدين فجأة حصل حاجة غريبة جداً وفي نار مسكت في السلك بتاع الكاتل. بافلي أول ما شاف المنظر ده وشاف النار طالعة من السلك على طول جري وشال الفيشة. على طول اتصرف بسرعة، تصرف حسن جدا. جري على مامته وناداها وقال لها يا ماما في نار بسرعة مسكت في السلك. فطبعا ماما جريت بسرعة على المطبخ علشان تشوف ايه اللي حصل. وطبعا أول ما دخلت ولقت انه الكهرباء مقفولة انبسطت جدا وفرحت قوي بالتصرف اللي ابنها عمله. طبعا ده تصرف كويس جدا، بس أنا النهاردة عايزة أنبهكم بعض التنبيهات المهمة قوي. في البيت يا أولاد نتعرض لمواقف كتيرة قوي ممكن تكون خطيرة جدا على حسب سن كل طفل بيتصرف، بس طبعا أكيد بابا وماما بيدونا تعليمات كتيرة مهمة جدا. حاجة زي الموقف اللي تعرض له بافلي وتصرف بمنتهى الذكاء والحكمة، ده لأنه أكيد ماما كانت معلمة أول ما تحصل حاجة زي كده نتصرف إزاي، أول لما يكون في ماس كهرباء أو في أي حاجة زي كده في الكهرباء أول حاجة بنعملها بنقفل المفتاح بتاع إيه؟ بتاع الكهرباء. طبعا برضو ده بيختلف من بيت لبيت وعلى حسب تنسيق الكهرباء اللي موجودة من بلد لبلد ومن بيت لبيت. فاحنا لازم نكون منعلم الولاد الصغيرين دايما ايه؟ ازاي يهتموا قوي بان هم يتصرفوا تصرفات سريعة لما يتعرضوا لموقف زي اللي تعرض ليه بافلي. حاجة كمان يا ولاد عايزة ألفت نظركم ليها مهمة جدا، انه احنا في بيوتنا كل بيت زي ما اتفقنا ليه طريقة توضيبه للكهرباء بتاعته أو للأمان، طرق الأمان المختلفة من بيت لبيت. عايزاكوا تهتموا جدا أن يكون في تعليمات وإرشادات محفوظة عندكم. إزاي أقدر أتصرف أول ما موقف زي كده يحصل؟ تمام؟ يبقى إحنا أول حاجة تعلمناها النهاردة عن إيه؟ عن الكهرباء. تاني حاجة عايزين نتعلمها النهاردة أن إحنا ناخد بالنا كويس قوي لما يكون في أي نار في البيت اتصرف ازاي. حصل مثلا ان بوتاجاز متولع، او حصل مثلا انه في حله فيها اكل على البوتاجاز ونار طلعت من الحله دي مره واحده، اتصرف ازاي؟ لازم اكون بعرف كويس قوي انه النار ممكن تضرني، فلازم يكون رد فعلي تجاه اي موقف بيحصل مهم قوي ان انا اعرف ازاي اقفل النار دي، او اقفل الكوبس بتاع الكهرباء، او اقفل الكوبس اللي بيوصل للايه مصدر النار دي. طبعا هرجع تاني واكد انه بيعتمد على سن الاطفال، لكن مهم قوي ان احنا نكون عندنا ردود افعال سريعه تجاه المواقف اللي زي دي. تالت حاجه عايزاكم تتعلموها النهارده مهم قوي، ان انا ملمسش اي حاجه فيها مواد سامه. يعني كتير قوي ماما في البيت ممكن تكون حاطه بعض الادوات اللي هي بتنظف بيها، او الكلور اللي احنا برضو بننظف بيه، او في ناس بتنظف بحاجه اسمها بوطاس، في ناس بتنظف بادوات
تنظيف مختلفه، كل دي ممكن يكون فيها ايه؟ مواد سامه، ما ينفعش ان انا احطها قدام اطفال. فلازم الولاد اللي يكونوا في البيت يكونوا عارفين كويس قوي ان الحاجات دي ايه؟ مهمه قوي، ما جيش ناحيتها. زي برضو المبيدات الحشريه. واخر حاجه لازم تهتموا قوي 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 انكم تبعدوا عنها، هي الادوات الحاده. زي ايه؟ زي السكاكين، زي الشوك، زي اي اله حاده ممكن تكون موجوده في البيت. يبقى اربع حاجات يا اولاد ناخد بالنا منها كويس قوي: الكهرباء، النار، واي مواد سامه، واي ادوات حاده. من فضلكم اهتموا قوي بالاربع حاجات دول. في بقى موقف حلو قوي حصل تاني بتحكيه مارفي وبتؤكد عليه في رسالة الحب بتاعتنا النهاردة. مارفي بتقول انه هي كانت هي واخوها لوحديهم في البيت، وده طبعا عادي جدا لانه في الصيف بابا وماما بيروحوا الشغل وهما مفيش مدرسة، فكانوا قاعدين في البيت هي واخوها، وفجأة خبط حد غريب عليهم في على الباب. فمارفي من ورا الباب قالت مين؟ فواحد غريب رد عليها وقال لها انا جايب لكم حاجات حلوه من بابا وماما. فهي بصت كده وقالت مش غريبه شويه ان بابا وماما يقولوا لنا يبعتوا لنا حد من غير ما يقولوا لنا؟ فاخوها كان جنبها كان خايف شويه، فراحت اخدته ودخلت جوه وعملت تصرف حلو قوي. راحت متصله بمامتها وقالت لها يا ماما في حد واقف على الباب بره بيخبط وبيقول ان هو جايب حاجات من عندك. فراحت ماما قالت لها لا ما تفتحيش، انا ما بعتلكيش حد. فطبعا اخوها كان ايه؟ كان خايف وقلقان. مامتها قفلت السكه معاها وجري سابت كل اللي في ايديها ورجعت على البيت. الولد صحيح كان خايف شويه وقلقان، بس مارفي تصرفت تصرف حلو قوي يا اولاد. طبطبت على اخوها ودخلته الاوضه وقالت له ما تخافش، مش ماما قالت هي جايه؟ احنا تعالى نصلي ونطلب من ربنا ان يكون معانا في الوقت ده. وفعلا يا ولاد مارفي قضت الوقت اللي كان فاضل على بال ما مامتها تيجي في ان هي تهدي اخوها وان هي تصلي وتطلب من ربنا ان هو ياخد باله منهم ويحرسهم ويحافظ عليهم لغايه ما ماما وصلت البيت. طبعا اول ما ماما وصلت البيت كانت فرحانه بيهم جدا وشكرت ربنا قوي ان اولادها كان عندهم حكمه وحسن تصرف وما فتحوش الباب لحد غريب. النهارده يا ولاد عايزاكم تتعلموا حاجه زي كده. مهم قوي انه لما حد يخبط على الباب نسأل مين، مش نفتح على طول. ولما اسأل مين واعرف مين، لو هو حد غريب او قريب او جار او صديق ايا كان الحد ده، لازم يكون في وسيلة اتصال ما بيني وما بين بابا او ماما، واتصل ببابا واسأله يا بابا فلان على الباب افتح ولا لأ، واخد بالي كويس قوي اني انفذ بالظبط الكلام اللي بابا هيقوله لي او اللي ماما هتقوله لي على التليفون. لان انا ممكن افتح لحد غريب ويأذيني، ممكن يدخل الحد الغريب دوت ويعمل اي حاجة في البيت، يسرق حاجة من البيت، يخطفني، يأذيني باي شكل من الاشكال. لازم اخد بالي كويس قوي. مظبوط. انا مبسوطه جدا من مارفي ومن بافلي على حسن تصرفهم جوه البيت، واؤكد ليكم ان كل الاولاد اللي بيسمعونا النهارده لازم يهتموا قوي بان هم كمان يعملوا زي مارفي وبافلي. الوعد بتاعنا النهارده يا اولاد حلو قوي من الكتاب المقدس، وعد رائع جدا الكتاب بيقدمه لنا النهارده، وبيقول الرب يحفظك من كل سوء، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. أمين. ده وعد حلو قوي من الكتاب المقدس. نفس الإحساس اللي كان عند مارفي لما لقت إنه في حد غريب بيخبط على الباب، ما كانتش خايفة لأنها كانت مليانة بروح ربنا، كانت عارفة كويس قوي إن الوقت ده ربنا هيحافظ عليها هي وأخوها. تعالوا يا أولاد نرنم الترنيمة اللي مع بعض اللي جاية دي ونقول إيه؟ أنا مستعد للحرب لما تيجي، مستعد وشايل سلاحي. إيه هي الحرب يا أولاد؟ الحرب دي هي أي حاجة ممكن تكون بيني وبين الشيطان، أي حاجة ممكن تبعدني عن ربنا، دي بالنسبة لي حرب. فأنا لازم أكون مستعد كويس جدا إن أنا إيه؟ أحافظ على نفسي. طب إزاي أقدر أحافظ على نفسي؟ بأكتر من حاجة، بإن أنا أسمع كلام بابا وماما باستمرار، بإن أنا يكون عندي حسن تصرف، لازم أصلي باستمرار وأطلب من ربنا إيه؟ يديني قوة علشان أقدر أكون بتصرف صح، أقدر أكون بقول الكلام المناسب في الوقت المناسب، تكون كل تصرفاتي بتمجد ربنا. تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة ونقول أنا مستعد، أنا مستعد للحرب إيه لما تيجي.
مهما تيجي انا مستعد لحد يا صعب يجي انا مستعد وشايل سلاحي ونص يا صبحي يا سابا يا جاحي انا مستعد انا مستعد انا مستعد خذت الخلاص على راسي بتحميني وسيف الروح كلمة الله بتقويني ترس الإيمان ما صد بالسهام الله معايا ما فيش كلام أنا مستعد للحرب لما تيجي أنا مستعد لحد يا صعب يجي أنا مستعد شايل سلاحي ونصرف يا صاحبي يا سابق يا جاحي أنا مستعد أنا مستعد أنا مستعد من طاعة الحق حوالي تشددني ودرع البر من الشر بيحفظني رجلي بتمشي بإنجيل السلام صاحي وبصلي في كل الأيام أنا مستعد للحرب لما تيجي أنا مستعد لحد يسوع ما يجي أنا مستعد وشايل سلاحي ونصر يا صاحبي يا سابق نجاحي أنا مستعد همسة لكل بابا وماما، علموا ولادكم قواعد وأساسيات مهمة جدا في البيت. أي حاجة تحصل لازم يكون ردود أفعالهم سريعة، ما يجيبوش مية على أي كهرباء، يهتموا جدا ما يجوش ناحية النار. حطوا قواعد بما تتناسب مع البيت والعيلة والبلد اللي انتوا عايشين فيها. أي حاجة تتعلق بالكهرباء لازم يكونوا عارفين لو كهرباء قطعت نتصرف إزاي، لو حصل ماس نتصرف إزاي. حطوا قواعد وأساسيات مهمة للأمان في البيت. كمان عايز اقول لكم انه الاطفال مش هيعرفوا الحاجات دي لوحدهم، لازم بابا وماما هم اللي يعلموهم وهم اللي يقولوا لهم يتصرفوا ازاي في الاوقات اللي زي كده. في كمان حاجه مهمه جدا احب اوجهها لكل بابا وماما، اهتموا قوي ان انتوا تعملوا زي كلمه سر ما بينك وما بين بنتك او ما بينك وما بين ابنك. لو انت مش هتروحي تجيبيه من المدرسه لازم يبقى في كلمه سر، انا هبعت اختي او اخويا او زميلي او اي حد يروح يجيب الولد من المدرسه، يبقى لازم في كلمه سر ما بينك وما بينه، لازم تقوليها له اما يروح الشخص ده يجيبه من البيت او من المدرسه، او لو حتى هيروح البيت علشان يجيب لك حاجه من البيت قبل ما يخبط لازم الولد يكون عارف ان الشخص ده جاي، ولو مش عارف يبقى لازم يكون في كلمه سر ما بينك وما بينه. اتمنى تكونوا انبسطتوا من الحلقه بتاعتنا النهارده. لو عندكم اي افكار او قصص حلوه تحبوا تشاركوها مع الاطفال ابعتوها لنا على الايميل اللي ظاهر قدامكم.